محصول البامية من محاصيل الخضر، ورغم ذلك يقوم معظم المزارعين بزراعتها على الجسور أو على حواف الأرض، وهو محصول كما نرى محصول صيفي ويتبع العائلة الخبازية. يعني محصول البامية طبعا دي الزهرة ودي الثمرة أو قرن البامية، الأزهار ثمار البامية صغيرة، ثمار من ثمار البامية، زهرة البامية زهرة خنسة بها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيس، وبالطبع التلقيح ذاتي، وتتكون يعني الزهرة ما يتم التلقيح بيتم الثمرة أو تتكون الثمرة، ثمرة البامية. هذا هو نبات البامية، قام أحد المزارعين بزراعته على جسور الأرض، وهو من محاصيل الخضر المحببة للشعب المصري. شكراً.